ما هو الكافور؟ قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فما هو الكافور؟ ومن أين بدأ الإنسان باستخراجه والتنعم بفوائده؟ يعد الكافور من المواد الصلبة التي تتواجد على شكل صفائح بيضاء أو كتل مربعة الشكل. تذوب هذه المادة في الماء بصعوبة ويسهل تطايرها وتبخرها عند درجة الحرارة العالية، ويستخرج هذا الكافور من شجرة الكافور. من خصائص شجرة الكافور أنها تعتبر من الفصيلة الغازية. جذوعها كبيرة وسميكة، تتميز بارتفاعها الذي يصل إلى 50 مترا. أوراقها بسيطة وملساء الحافة وبيضوية الشكل. أزهارها صفراء اللون أو رمادية وتكون صغيرة الحجم. تعتبر من أسرع الأشجار نموا في العالم، حيث أنها من الممكن أن ترتفع إلى ما يقارب 10 أمتار سنويا. وتعد الفيتنام وجنوب الصين وجنوب اليابان وجزيرة تايوان المواطن الأصلية لهذه الشجرة. ولا تعد هذه الشجرة الوحيدة التي تنتج الكافور، فمن الممكن استخراجه من نباتات أخرى ولكن بكميات أقل بكثير من شجرة الكافور الأصلية. يستخدم الكافور في معالجة هبوط ضغط الدم، إما عن طريق الفم أو الاستنشاق. دهن المناطق المصابة في الظهر بمرهم يحتوي على الكافور يخفف من الآلام. يفيد الكافور في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية. يساهم في علاج الربو. يستخدم في حالات عدم توازن الجمل العصبية للقلب. تستخدم مادة الكافور في عمل مستحضرات للتجميل مثل منظفات البشرة، مستحضرات علاج حروق الشمس، عمل بعض أنواع الصابون، غسول الفم، واستخدام ماء ورق الكافور بعد سلقه لإطالة الشعر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الكافور مع غسل الميت، حيث بين عليه السلام أن الميت يجب أن يكرم ويوضع في صورة نهائية سليمة وطاهرة، لأنه يكون في معية ربه. لذا يقوم الناس بتغسيل الأموات مستخدمين الكافور نظرا لكون رائحته من الروائح الطاهرة والقابضة، وبالتالي تحفظ الميت. ليس كل الكافور الموجود في الأسواق يعتبر طبيعيا، حيث يوجد منه ما هو مصنع عن طريق التشييد الكيميائي. ويختلف الكافور الصناعي اختلافا كبيرا عن الكافور الطبيعي، حيث يحتوي المصنع على الكلور وله دوران يميني ويساري، بينما الكافور الطبيعي لا يحتوي على الكلور ودورانه يميني فقط.